السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناتكم يوميات أم هاجر، ودائما في إطار الملاقيات الخفاف اللي طلبوها مني بزاف ديال الأخوات، الملاقيات الصيفية بحكم دابا الصيف إن شاء الله. غادي ندير معكم هكذا، تا هي ملاقية اللي هي خفيفة وهي الأكثر طلبا في هذا الوقت، هذا ملاقية اللي كتجيب ثلاثة ديال الغرز. دائما غادي نبداو ببناء الغرز، درتها معكم شحال من خطرة في الفيديوهات اللي قبل. انا غنبقى طالعة من هاد الغرز، ندير ثلاثة هنا. من بعد ما درت بناء ديال ثلاثه الغرز، غادي نرجع مع هاد الغرز نخدمها. نضرب هكذا في الثوم، لاحظوا معايا هنا شنو غندير، غنقز الغرزة الاولى ونخدم الثانية، نضرب في الثانية هكذا وفي الثالثة، نضرب في الثوب. لاحظوا معايا هاد الملاقية راها سهلة، كتبغي غير شوية ديال التركيز. هنا غادي نرجع نخدم هاد الغرزة هادي، وفي هاد العوينة هادي غندير جوج ديال الغرز، وحده جوج، نضرب هنا في التوب، هنا في هاد العوين هادي أو الغرزة الأولانية هي غادي دائما نخدمها، ونخلي الغرزة الثانية خدم ثالثة، نضرب هنا في التوب، هاد العوين هادي اللي نقصت فيها غرزة دائما كنخدم فيها هكذا جوج غرزات. هنا لاحظوا معايا شنو غندير فهادي، هنايا فهاد الغرزة هادي ما غاديش نخدمها، هنا غادي ندخل البر في هاد العوينه هادي ونحبك، ماشي غادي نحبك، كندير الخدمه ديال يعني الضربه ديال الراندة الغرزه هكذايا، مره هكذا جوج، حنا ما يرمى كنحبكش، كنخدم الضربه ديال الراندة هكذا، نضرب جوج ضربات ونضرب هنا في التوب، نضرب في التوب. هنا غادي نرجع في هاد العوينه هادي، مشتو هادي، ونخدم هاد الغرزه الثالثه، نضرب في التوب،
نرجع هنا في هاد هنايا غادي دائما الخيط اللي جاي الفوق في هاد العوينه هادي غادي نخدم هكذا عاوتاني كنحبك، ولكن كندير الضربه ديال الرانده هكذا جوج خويطات كندير عليها، وفي هاد العوينه هادي غادي نخدم جوج غرزات هكذا وحده جوج نضرب في الثوب هنا غادي نحل هكذا الخيط تحزم ليا نضرب في الثوب نرجع في هاد الغرزة هادي هكذا نخدمها، وهنا غادي ندوز لهاد الغرزة هادي اللي هنايا نضرب في الثوب هنايا كنرجع في هاد العوينة هادي نخدم هكذا جوج غرزات نحاول هاد العوينة ما كنوسعوهاش بزاف في هاد العوينة نضرب هنايا اولا عفوا غادي نضرب هكذايا جوج هكذايا ضربات في هاد العوينة هادي نضرب في الثوب هنا كنرجع لهاد الغرزة هادي نخدمها ونخدم هاد الغرزة الاخرانية نضرب في الثوب هنا كنرجع في هاد العوينة هادي دائما هكذا كنضرب جوج غرزات هكذا، وفي هاد العوينة هادي غادي نخدم جوج غرزات نضرب في الثوب نرجع لهاد الغرزة هادي هكذا نضربها ونضرب في هاد الغرزة الاخرانية نضرب هكذايا في الثوب نرجع في هاد العوينة نخدم جوج غرزات ونضرب هنايا في هاد العوينة هادي نحبك هكذا بالضربة ديال الراندة كنضرب هكذا جوج خويطات كما شفتو ردت لكم هاد الملقية راها سهلة كتبغي شوية ديال التركيز هنا دائما كننقزو لهاد العوينة هادي لهاد الغرزة هادي كنخدمو فيها ونخدم هاد الغرزة التالتة بقات عندي هنا نضرب هكذا في التوب ونرجع دائما الخيط اللي جات الفوق نضرب هنا جوج ضربات ديال الراندة هكذا فوق هاد العوينة هادي دائما في هاد الخويط كنضرب جوج ضربات هاد العوينات ما كنوسعوهمش بزاف نضرب هكذا في التوب ونخدم في هاد الغرزة هادي نضرب هنا في هاد الغرزة الاخرانية نضرب هكذا في التوب وفي هاد العوينة دائما لما كنخدم فيها جوج غرزات وهنايا غادي نخدم هكذا كذلك هكذا جوج غرزات مشتو طرف التوب انا دائما كنجيو لهاد الغرزه نخدمو فيها يعني هاد البلاصه اللي درنا فيها الخيوطه كنخليوها نجيو لهاد الغرزه هادي نضربو فيها
نضربو في هاد الغرزه الاخرى، نضرب هنايا في التوب، كنرجع هنا نضرب هكذا جوج ضربات في العوينه هذه. وبالنسبه لهذه دائما كنخدم فيها جوج غرز، نضرب هنا في التوب، نخدم في هاد الغرزه هذه، وهنا دائما كنجي لهاد الاخر وكنضرب فيها. نضرب في التوب وفي هاد العوينه كنخدم جوج غرز هكذا. هادي كنحبك هكذا بالضربه ديال الرندا جوج خويطات، كن هنا سلالة الخيط، غنطفي الخيط، غنركب الخيط ونرجع معكم. نركب الخيط هنا، هنا دائما كنرجع في هذه الغرزة هذه، نرجع في هذه الغرزة نضرب هذه الغرزة الأخرانية. كما قلت لكم راه هذه الملاقية سهلة ودغيا خفيفة، دغيا كتطلع، غير كتحتاج شوية ديال التركيز، تفهموا التقنية ديالها صافي تجيكم سهلة. عفوا هنا خصني نرجع، هنا خصني نرجع نحبك ما كنهضر معاكم، غلطت هنايا، هنا خصني نرجع نحبك بديك الضربة ديال الراندا في ديك العوينة. غادي نرجع الخيط دائما جهة الفوق، نضرب هكذا جوج ضربات في هاد العوينة هادي، وهنا في هاد الخيط هدا كنخلي كنضرب جوج ضربات، العوينة ما تكونش واسع بزاف. نضرب هنا في التوب، دائما كنرجع في هاد الغرزة هادي نخدمها، وهنا كنضرب في هاد الغرزة هكذا الاخرانية، نضرب هنايا في التوب، نرجع في هادي نخدم بجوج ضربات ولا جوج غرزات هكدايا، ندير جوج غرزات هنا، وهادي غنضرب فيها جوج ضربات هكدا، يجوني فيها جوج خويطات، نضرب في التوب، هنا غنرجع نخدم في هاد الغرزة هادي. في هاد الغرزة هادي نضرب هنا في هاد الغرزة الأخرانية، نضرب هنا في التوب نفس الطريقة، نكمل الخدمة ديالي. أتمنى أن الشرح يكون واضح. دايما هنا رانا كنضرب الضربة ديال الراندا هكذا ديال جوج خويطات، وفي هاد العوينة كنخدم جوج غرز. نكمل الخدمة ديالي بنفس الطريقة باش تشوفوا هكذا تبان لكم كي جات،
كتجي رائعه، خصوصا هكذا اللون في اللون كيجي غزال. انا خدمت لكم بلون مغاير باش تبان لكم الخدمه. نضرب هكذا في هذه الغرزه وندوز لهذه الغرزه هذه اللي هنا. مستورة بنفس الطريقة، أنا غادا خدامها، أنا غنخدم واحد المسافة باش تبان ليكم هاد الخدمة هادي ونرجع معاكم. هذا هو الشكل النهائي ديالها، نتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم وكل الشرح ديالي واضح ومبسط. كيف ما قلت لكم راها ملاقية اللي هي خفيفة وسهلة دغيا كطلع، خاصة غير شوية ديال التركيز، وراه كتجي هاك بلون واحد. كيف ما يمكن لكم تخدموا هاد المسافة بهاد اللون ومسافة بلون آخر، يعني تجي تا بجوج لوينات كتجي غزالة في الهبطة هكذا ديال الجلابة أولا ديال القميص. واللي كانت أول مرة كتشوف القناة ديالي متنساونيش عزيزاتي بالضغط على زر الإعجاب.